مباراة ورا مباراة، ويفضل من المشوار 8 ماتشات يفصلوا النادي الأهلي عن التتويج ببطولة الدوري والحفاظ على لقب، وبداية طبعا من الانطلاقة قدام وادي دجلة اللي بعتقد انها هتكون مختلفة إلى حد ما عن ماتشات الأهلي الأخيرة في الدوري، سواء بنك أهلي سواء إنتاج سواء أسوان، اللي إلى حد ما حسينا فيهم إن الفرقة ممكن تكون بتعاني. أتوقع إنه الانطلاقة إن شاء الله مع وادي دجلة خصوصا بعد ما اللعيبه خدت راحه 72 ساعه هتكون الى حد كبير مختلفه. هيرجع لنا كمان او هينضم للسكواد بتاعنا 6 لعيبه اللي كانوا موجودين مع منتخب مصر الاولمبي. خلينا نتكلم على اللي جاي، وبالمره كمان نتكلم على الكره المصريه. يعني مش هركز قوي على اخفاقنا في اولمبياد طوكيو على قد ما هتكلم كمان عن انه اللي جاي مهم جدا وصعب جدا، واعتقد بالنسبه للمصريين حلم كبير جدا ان هم يتاهلوا لكاس العالم 2022. بيشرفنا طبعا كابتن اشرف ممدوح النهارده في السادسه. اسمحوا لي في البدايه طبعا اشكره وارحب بيه، بشكر وجودك معانا كابتن اشرف، واهلا وسهلا بيك في بيتك. سعيد دايما بوجودي معاك احمد، ودايما سعيد بوجودي في بيتنا في قناه النادي الاهلي ووسط جماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان. اهلا بيك. خليني ابتدي من طوكيو. ازاي شفت مشاركه منتخب مصر الاولمبي، وازاي شفت خروجه بعد تاهله طبعا عن مجموعته في مواجهته قدام البرازيل؟ في الحقيقة أنا ليا وجهة نظر مختلفة شوية، يعني شايف الناس يعني في تضارب شوية في الآراء، إنه في ناس شايفة إن المنتخب قدم عالي، يعني في ناس شايفة إنه يعني كان ممكن أفضل من اللي تقدم كنتائج وكأداء. ولكن الحقيقة أنا شايف إننا دايما بنشتغل غلط في هذا القطاع تحديدا. قطاعات الناشئين عندنا للأسف يمكن شويه، انا هدي مثل بسيط ومش عايز الناس تعتقد ان انا بدي المثل ده لان احنا هنا في النادي الاهلي، انا بدي مثل انه مثلا قطاعات الناشئين في النادي الاهلي من فتره مجلس اداره قرر ان يكون في مدير فني اجنبي، مع ان كان متواجد كابتن خالد بيبو كرئيس قطاع للناشئين، هو قادر انه يتولى الاداره الفنيه، ولكن مجلس اداره كابتن خطيب شاف انه كابتن خالد بيبو يتولى الاداره فقط وليست الإدارة الفنية، القطاع الإداري. والمدير الفني يكون حد متخصص في ده، حد يقدر يشتغل مع هذا القطاع من تحت عشان يكون عندنا قطاع ناشئين مختلف ومحترف بشكل أو بآخر في الفترة اللي جاية. أنا شايف إن ده المفترض إنه يكون متواجد في مصر في الفترة اللي جاية. أنا شايف إن القطاع هذا القطاع مهمل بشكل غير طبيعي. على أي أساس وعلى أي أسس بيتم اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات القومية؟ انا مش شايف الحقيقه، مع ان عندنا مدير فني للاتحاد المصري دائم وموجود بيتغير كله شويه، ولكن في مدير فني للاتحاد هو المتخصص والمسؤول عن اختيارات المديرين الفنيين للمنتخبات. على اي اسس او على اي اساس الحقيقه مش عارف. ليه ما يكونش في كوادر فنيه موجوده او كوادر تدريبيه موجوده من قبل الاتحاد، يكون عندنا مجموعه من المدربين يتم اختيارها ويتم تدريبها ويتم وجود فرص ليها للمعايشة بره، عشان يكون عندنا كوادر فنية موجودة تقدر تتولى على الأقل هذا القطاع مع مديرين فنيين أجانب يقدروا يغيرونا. لأن أنت فاكر أحمد اتكلمنا في هذه النقطة وقلنا أن تغيير المدارس أو أنك بتلعب مع مدارس مختلفة بره ده بيأثر عليك بشكل كبير، بتستفيد بشكل أكبر. لما يكون عندنا هنا هذا الفكر في أن يتولى مدير فني للاتحاد او مديرين فنيين لقطاعات الناشئين من افضل، خلي بالك في كل اوروبا من افضل الناس اللي بتشتغل مع قطاعات الناشئين هم افضل المدربين بره، بيكونوا مدربين متخصصين عندهم خبرات كبيره جدا جدا، لان هذا القطاع مفترض انه يكون بيتعامل بشكل مختلف جدا، سواء النواحي البدنيه او الفنيه او الذهنيه او على مستوى حتى الـ 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 الاكل والشرب والنوم، في حاجات كتيره جدا جدا بيمرنوهم عليها او بيبتدوا يتعاملوا معاهم من الصغر. اسمح لي اقف معاك في النقطه دي كابتن اشرف، لانه يعني كل الناس اللي كانت بانيه امال على منتخب مصر في الاولمبياد كانت شايفه انه العناصر اللي موجوده دي مع كابتن شاوي هي افضل عناصر موجوده في على الساحه الكرويه دي. ده صحيح. فانت بتتكلم على الثلاثه الكبار شناوي والونش وحجازي، ما شاء الله عاملين مواسم ثلاثه ولا اروع. صحيح. بتتكلم على بقيه الفرقه كل واحد في مركزه، يعني اكرم توفيق، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، رمضان صبحي بيلعبوا بشكل اساسي كمان مع فرقهم، احمد فتوح، كلهم الحقيقه لا مش بس اساسي، كلهم نجوم فرق. صحيح. يعني اكرم توفيق مع الاهلي سوبر ستار وهيقدم مردود في الاولمبياد محترم جدا.